الرئاسية المقررة بعد أسبوعين وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فرص تنفيذ هذا القرار شبه معدومة، إذ سيتم الطعن بالقرار في القاهرة. على صعيد آخر مصري، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيجري تعديلا محدودا في حكومة كمال الجندوري. أطلعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في سياق آخر، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مستعد للعمل مع نتنياهو في شأن اتفاق السلام في الشرق الأوسط إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي شيئا واعدا أو إيجابيا. ودعا عباس نتنياهو إلى أن يدرك أن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تدمر آمال السلام، مؤكدا أنه ليست لديه أي نية للسماح لشعبه بحمل السلاح ضد الإسرائيلي.